السلام عليكم. اليوم نعود إلى مستشفى الجامعي بتوغرت، حيث أنه يعني عنده حوالي 3 أو 4 سنوات من الأشغال، يعني نقولوا تقرب للنهاية، لكن ما زال غير مجهز للتسليم. والأمر هذا وحق ربي ما فهمناش، والله ما فهمنا. نتمنى إن شاء الله السلطات يعني بأعلى مستوى يديروا النسيسير باش يتفتح هذا المستشفى اللي طال الأمد تاعو، يعني تأخر بزاف. وأنا داير واحد 3 ولا 4 فيديوهات على المستشفى هذا، وهذه آخر صور تاع المستشفى، يعني انتهت الأشغال به، تقدير تقولوا يعني 99%. تبقى عملية التجهيز راهي جارية إن شاء الله، عملية التجهيز تاع المستشفى هذا، ونتمنى يتفتح في أقرب الآجال لما يحتاجه هذا يعني السكان في هذه المنطقة من مثل هذه المنشآت. يعني إن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.